تحياتي لكم متابعي قناة سما الفضائية من هنا من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، حيث أن محافظة حلب أرسلت ثلاث شاحنات عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري إلى هذا الحي، وهي دفعة أولى من أصل 22 شاحنة ستدخل تباعا إلى حي الشيخ مقصود، تضم مواد إغاثية، أدوية، مستلزمات طبية، إضافة إلى حليب الأطفال وبعض المواد طبعا الإغاثية. هذه المواد مقدمة من مجلس محافظة حلب عبر الهلال الأحمر العربي السوري لمتضرري الزلزال من أبناء حي الشيخ مقصود في مدينة حلب. كما ذكرت لكم ثلاث شاحنات من أصل 22 شاحنة تدخل الآن إلى حي الشيخ مقصود، وذلك ضمن حملة المساعدات التي طبعا تقدمها الحكومة السورية إلى متضرري الزلازل في أحياء مدينة حلب، وهذه هي إحداها. طبعا وصلت ثلاث شاحنات حتى اللحظة، وستستكمل دخول باقي الشاحنات تباعا. كنت معكم أنا هيثم كزو لقناة سما الفضائية من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب. Yeah.